اليوم هو يوم الوطني للسلامة الطرقية، ماشي بضروري اليوم، هو شهر جوج كله هو كيعرف انه الحركة انه اهتمام باليوم الوطني للسلامة الطرقية، ولكن داخل في اطار التحسيس والتوعية اللي كتشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. اليوم حنا كنتواجدوا بمدرسة عبد الله قنون اللي كتعرف واحد اليوم واحد النشاط لفائدة التلاميذ تلميذ المؤسسة اللي الحمد لله غنجسدوا ما هو نظري غيكون على التطبيقي، ونشوفوا التلقين انه الطفل واش تلقن الدروس اللي حنا سعينا لها عن طريق الوالدين وعن طريق الاساتذه، ونشوفوا انه فيه كاين انه فيه كاين نكملوا تكميل انه نزيد نوعيو، لانه كتعرف الطفل هو الناشئه ديال المستقبل، هو التنميه ديال المستقبل. اذا من اجل باش نبنى عنصر بشري متميز يجب الاهتمام والتلقين بطرق معقلنه متميزه من اجل خلق طفل وخلق انشاء عنصر بشري متميز في المستقبل. كما كتعلم السيدي الفاضل بانه الطفل عنده واحد خصوصيه، انه لما كانش عندك واحد اولا واحد التكوين مهيئ للطفل انه توصل لقلي وتوصل ليه بطبيعه الحال ما غاديش يتافد لك. ملي كتلقى الطفل انه توجه لك وبدا كيستمع لك، عارف انه الطفل دخلتي لواحد المكانه عنده في الجسم ديالو اللي كتحرك من الشعور ديالو انه كيهتم بالموضوع اللي هو كتلقني. هذا هو الدور ديالنا حنا اللي كان انه كنا كنقلوا الاطفال بالتوعيه بطريقه اللي هي مناسبه، اللي خرجنا بخلاصات اللي هي طيبه، والحمد لله اليوم هو غير تكميل وتجسيد. كنوقفوا على ما سبق وكنشوفوا المستقبل اشنو غيدار، وكنشوفوا انه شنو غادي نستمروا باش نخلقوا المائده المستديره عند الاباء انه تكون هي تكميليه، والمعلم توا كذلك بالدور ديالو، والفاعلين كنحنا مدنيين حنا في هذا الباب هذا انه شنو الدور ديالنا غادي نعطيو الحله باش نخلقوا عنصر بشري منتج نامي في البلاد ان شاء الله. بالنسبه للاباء الدور الرساله لهم انهم خصهم يجتهدوا، كتعرفوا بانه دابا الحمد لله الدار البيضاء كتعرف واحد حركيه بانه الاصلاحات كاين التراموي دابا اللي ولا حدث جديد، كاين الحافله اللي ولات، اذا كاين امور. حنا كنوجهوا الاباء انه خصهم يجيو يحضروا ويجيو يكونوا معنا في اطار التلقين في اطار التوعيه، لانه كيهمهم حتى ربما صعب عليهم انه باش راه هذيك عندك وما ديرش هذه، راه هي نفس الاشارات اللي كاينه، ولكن هو لقنها لي بطريقه اللي غتوصلوا بيقول له ولدي انت بابا الا خرجتي برا وبالك شي مامور ما قادش واحد يقطعك، شوف راه شي راجل كبير ولدي كون على اليمين ديالو وقول له بابا عمي قطعني حتى هو غادي يقدر يديرها لولده. وهذا هو الدور اللي حنا اللي كاين رسائل حنا كنوجهوها للاباء والوالدين انهم يشاركوا معنا في اطار التوعيه نخرجوا بخلاصات، لانه هذا هو الدور ديالنا. راه حنا كنا السلامه ليا وليك، راه غتكون امل ليك، ما تكونش عندك شي امر اللي غادي يخلي دافع انه يبعدك، لا الا شركتي معايا. هذا هو الاطار اللي حنا كنبغي نديرو من الوالدين والاباء، وتبارك الله السيد راه هما كيديروا واحد الدور تبارك الله مجهود كبير. الحمد لله حنا الفرقاء اللي معنا والناس اللي هما مسعين معاهم لقيناهم تبارك الله متجاوبين في هذا العمل. حنا الرساله انه كناكدوا الاباء يشاركوا معنا في اطار التوعيه والتحسيس وباش يتعلموا كيفاش يلقنوا الينات، لان العنصر البشري راه هو الطفل، ولا ما بيناش وحنا كف الافلاد كبيرين هما الاطفال، الا ما تمناش بما نلقوش عنصر بشري متميز.